بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من RPM الفضائية المستقلة. أنا أحمد الشريف برفقة زملائي الفنيين والطاقم الإداري، وأرجو أن تكونوا دوما في أمان الله وحفظه. أيها السادة والسيدات، أينما كنتم، هذه حلقة في برنامج اتجاهات. اتجاهات هذه المرة نتابع من خلالها معلقين على حدث لم تشهده العاصمة الإريترية أسمرة، ولم يتوقع أحدا يشهده أن يشهده مثل ذلك الحدث. ليس لأن الحدث هو يعني شيء كبير وشيء يعني ما لا يمكن أن يحدث أو لا يمكن أن تشهده العواصم والمدن في العالم، ولكن أي مدينة وأي بلد يمكن أن تشهد مثل ذلك الحدث. يعني تدشين كتاب لواحد من المقاتلين، دشن يعني تحدث عن ذكرياته في النضال أو ما قبل النضال كذلك. شيء عادي، وأن يحضروا ناس مثل هؤلاء في واحدة من دور السينما شيء طبيعي يعني. ولكن ربطا بما تشهده إريتريا، وربطا بالشكل الذي فرضه الحاكم بأمره في أسمرة، وضرب إسفين على كل ما يتعلق بشخصيته، وأعني إسياس أفورقي وأسرته وأخوانه وتاريخه. ضرب يعني شيء كده يعني قاف الحاجة، أي حاجة تتعلق بتاريخه بأسرته بنضاله. بنضاله طبعا كأمين عام ونائبه وهكذا، طبعا الناس من هنا وهناك بيعرفوا عنه أشياء، وفي ناس كتبوا عن سياس، ويمكن الكتاب العربي الوحيد الذي كتب عن طريق الدكتور عمر زرعي له التحية وعلقنا عليه. لكن ما أعنيه إنه أن ينشر شيء من الداخل ما يتعلق بتاريخ هذا الرجل الحاكم بأمره، أو بتاريخ أخوانه وأسرته وما إلى ذلك. كل ذلك الأمر كان شيء من الأشياء السرية والممنوع. يعني الشعب الإريتري ربما يعني يكون هو من بين الشعوب القليلة التي لا تعرف ولا معلومة، أو ما تعرفه يعني لا يتعدى 2 3 4 5% من تاريخ من يحكمه، بينما الرؤساء الآخرين يعني مجرد ما تجي، خليك من الرئيس، يعني مجرد ما تجي حاكم لحتة أو مدير لمكتب أو زعيم لحزب، الناس بتبحث وتفتش في تاريخك وتفتش في أشياء، شيء أنت تتبرع به وشيء يكتب عنك وما إلى ذلك، فالناس يعرفوا عنك الصح والغير صح. إلا هذا الحاكم بأمره، كل يخمن إنه طلع الميدان 200، أو كي طلع الميدان دي مرتبطة بزيارته للصين مثلا، حتى خروجه للميدان الناس مختلفين في أمر يعني. لكن الشيء المؤكد هو أن مشى للدورة السياسية في الصين مع مجموعة، والشيء المتفق عليه هو أنه أسس الجبهة الشعبية، يعني منسلخ من قوات التحرير الشعبية. والشيء المتفق حوله أو المعلوم أنه قاد التنظيم بعد أن كان نائبا للأمين العام، ثم أصبح الأمين العام وقاد جيش الشعبي، ودخل به أسمرة 91 24 مايو، وهو الحاكم بأمره. لكن ما يتعلق بأسرته حتى أبناءه ذاته، يعني الناس يعني بالصدفة كده يعرفوا أن أبراهام في حتة كده، وبرضه بنته الموجودة في وزارة الإعلام، وما يعني بالصدفة كده تفهم عن هذا الرجل. هذا يعني عشان كده أنا بقول إنه الحدث
الذي سأعلق عليه وهو متعلق بواحد من أخوان سياس الحاكم بأمره في أسمرة. هذا الحدث طبعا حدث هو غير يعني غير مألوف في أسرة وعائلة الحاكم بأمره، سواء كان أخوانه أو أبناؤه، ولذلك يعني نتوقف فيه لنعلق. والحدث كما تعلمون لو في أي بلد ثاني شيء عادي، إلا في إريتريا كما قلت، يعني لأنه المسألة فيها ربطا بما هو مضروب على إريتريا أرضا وشعبا وتاريخا. هذا الرجل يشبه الحاكم بأمره في أسمرة، وهو المناضل بطرس أفورقي. بطرس أفورقي هو أحد الأخوان التسعة الذين التحقوا بالكفاح المسلح أيام خروج، يعني تسعة، وأتخيل من أسرة واحدة خارجين تسعة من أسرة واحدة. يعني هذا الحاكم بأمره، أنا أول ما شفته ذاته افتكرته أنه والحاكم بأمره، يعني هذا بطرس أفورقي هو أحد التسعة الذين خرجوا من عائلة واحدة والتحقوا، وأعتقد هم كلهم في تنظيم الجبهة الشعبية. ولأنه يعني أنا قاعد أربط الأحداث، يعني إنه هذا الرجل بطرس طبعا هو من حقه كأخ أو من حقه كمواطن إريتري ومناضل أن يكتب ذكرياته. يعني الكتاب طبع باللغة التيجرينية، كتب باللغة التيجرينية مع زخرتاتي، يعني شذرات من ذكرياتي إذا صحت الترجمة، يعني بتصرف، يعني طب ما لما تقول يعني شيئا نذير، يعني نذر يعني قطرة من بحر، يعني شذرات، أنا قلت يعني اجتهادا مني، ده شذرات من تاريخي يعني أو من ذكرياتي عفوا. وهو شقيق الحاكم بأمره، تحدث فيه عن ذكرياته. والكتاب أنا طبعا ما قرأت، لكن تابعت تدشينه اللي كان في 16 من مارس من هذا العام 2024، وكان المكان سينما روما العاصمة الإريترية أسمرة. طبعا هذا الحدث، يعني بطرس ربما أنا ما متأكد، لكن ما أعتقد قبل كده زار البلد كثير، فيما أعلم يعني، وقد يكون أجا زيارة أو زيارتين وما إلى ذلك، وقد يكون أكثر. ولكن يعني الحاكم بأمره لماذا يعني ناس ما بيبرزوا، يعني حتى أبناؤه بالمناسبة ما بيبرزوا كثير، يعني حتى بنته التي التحقت بوزارة الإعلام بعد أن غادرناها يعني عادية جدا، وأبراهام ذاته حتى لما كان في ساوة زول عادي جدا، يعني ما عندوش أي ميزة. وبيطرس أفورقي بيقول إنه حتى لما كنا نحن في الميدان ما كان عندنا تلك الميزة، باعتبار إنه أخونا هو الأمين العام للتنظيم الذي يقود المسيرة، كنا جنود عاديين بيقول يعني. وفي واحدة من المقابلات يعني، وما كان عندنا إنه يعني كأخونا طبعا شقيقنا يقود التنظيم حتى دخل البلد يقود التحرير وكده، يعني بالنسبة لنا شيء عادي يعني. وحتى والده لما سئل، يعني جماعة بدوا يباركوا له، يعني عمنا فرقي لما دخلوا التحرير وكان على قيد الحياة يعني، فسئل إنه قالوا له يا أخي مبروك ولدك بقى رئيس وبتاع، يعني شنو ولدي بقى رئيس يعني ولا حاجة. المسائل هذه ما بتجي بالصدف، أنا بقول يعني كلهم يعني في حد ما يعتز ويفتخر إنه أخوه ولده أصبح رئيس ويقود البلد وما إلى ذلك. حتى والده أفورقي قال يعني أتمنى، قال عشان ما المسائل تمشي هنا أتمنى له الصحة ويمد في عمره يعني. ويمكن دعوة الوالد هي اللي خلته يمتد في عمره ويمد في عمره ويضيق الشعب الأمرين يعني. برضه في بعض الأخبار بتقول إن والدته هي على قيد الحياة، هي قد عدت 100
يعني والدة أفورقي موجودة، يعني والدة الرئيس السياسي أفورقي موجودة على قيد الحياة في أمريكا، لكن يقال إنه شافته مرة واحدة. مرة واحدة شافته بعد التحرير عندما زار أمريكا عشان يعقد الاجتماع، اجتماع تفاكري مع الجماهير الإريترية التي كانت مبسوطة ساعتها وفرحانة، ومن حقها طبعا العالم كله كان فرحان. فيقال أنه انفردت به لوحدها وقالت أنا ما داير إعلام، ما داير أي حاجة، بس داير أشوف هذا الرجل الدخل من الميدان ابني ودار أقعد معه. وقعدوا لوحده، ماذا قالت له، بماذا همست له، برضو ما فيش حد يعرف. وخرجت، وبعد تلك ما يقال المعلومة اللي عندنا الآن، لا شافه ولا شافته. يعني ربطا بهذه الأحداث وغير ذلك كذلك، إنه يعني نحن شهدنا أخوه الذي انتقل بعد التحرير كان في أسمرة، يعني كان شوية يعني وضعه الصحي عقليا ما كان مظبوط، وهو شقيق الرئيس ويلف العاصمة، رجل مختل عقليا يعني، لا في جهة تقوم تشيله عشان تعالجه بتاعه، ويقول لك ده أخو الرئيس، يعني في حالة شوية يعني مستغربة، يعني لحد ما انتقل إلى توفي يعني. وبرضو أنا كل الشواهد قاعد أجيبها، يعني لماذا خروج، أو ما هي دلالات خروج بطرس أفورقي للعلن والتلفزيون الإريتري والإعلام ويدشن تدشين، أنا هتحدث بعد ذلك ماذا كان في التدشين، يعني لماذا في هذا التوقيت بالذات، يعني ونحن كإعلاميين نتساءل، يعني من حقنا أن نتساءل، وقد يستغرب إنسان يقول أخي أنتوا بتقولوا في شنو يعني، لكن أنا قاعد أربط أحداث ولذلك أقول لماذا في هذا التوقيت بالذات، يعني هل هي رسالة، هل هي سأتساءل وإياكم يعني. أيضا مما هو مذكور ومعروف إنه واحدة من شقيقات الحاكم بأمره في أسمرة هي مقاتلة وأبلت بلاء تاريخي في تنظيم الجيش الشعبي، ودخلت بعد التحرير وتسكن وتساكن أولئك المقاتلين المساكين الذين لا حول لهم ولا قوة، يعني عايشة في قرنش ستيشن في المعسكر الذي يعني والله ما تتمناه لعدوك أن يسكن هناك، يعني حالة من البؤس وحالة من صحيح الإيجار معقول، الكهرباء قد تكون فري يعني ما فيها هناك، المويه يعني برضو ما هناي، واطلع وادخل ما فيش يعني شغل السماسرة في هناي، يعني بيوت حكومية. والقانيو كان مقر الجيش الأمريكي أيام القاعدة الأمريكية في أسمرة، قانيو ستيشن يعني، وكان اللي بيدخل قانيو ستيشن زمانك فيما تحكيه الروايات كانوا داخل مدينة، مدينة داخل مدينة يعني، فيها الإضاءات والراحة والسينما والموسيقى والحاجة شيء يعني. أنا كنت كثير الزيارات بعد التحرير طبعا قانيو ستيشن اللي هو مسمينه معسكر دندن يعني، ومعسكر دندن لما تخشه كأنك داخل سجن يعني حقيقة يعني. يعني هؤلاء مقاتلين، الناس دي قاتلوا وأعيقوا وفقدوا أعضاءهم وأشياء يعني، يعني هذا المعسكر يحكي لو دار تفهم قصة النضال الإريتري، زيارة واحدة لمعسكر دندن اللي هو قنج ستيشن سابقا بتطلع منه بخلاصة بتاعت صمود وتحدي وما إلى ذلك، لكن الوضع جوه في الداخل يعني حالة أشبه بالسجن أو أشبه ب إما معتقل، يعني أنا ما أعرف الناس عشان ما يقول لي أنا قاعد تبالغ، وإلا والله يعني قريب لجوانتانامو، صحيح الناس تدخل وتطلع لكن الحياة اللي كانت موجودة هناك يعني حياة بائسة جدا، يعني ما في موية، وحتى لو في موية يعني، يعني تخيل دورة مياه واحدة أو اثنين لسلسلة بتاعت بيوت فوق 20 شقة كل واحدة مفتوحة على بعض كده،
وكانوا عاملين هم للعزاب يعني، العساكر العزاب يعني، ساكر عساكر بس يقعدوا كده ويطلعوا كل فترة دورة كده وإجازات وما إلى ذلك. وعندهم وكان وضعه مهيأ لحياة مريح يعني، يعني على ممر. وأنا بهذه المناسبة بحكي عن ماذا يعاني أولئك المعاقين أولئك المقاتلين بشكل عام. يعني تدخل على الممر وهو كذا دور يعني، ممر ممتد من هنا لحد، وما فيش إضاءة، أحيانا يكون في إضاءة وحدي وزي السيجارة كده من بعيد يعني، وممكن تدقش زول ويضربك زول وكده بتاع، ظلام دامس وحيط يعني بائسة يعني، وما عارف الغرف فاتحة ببعضها وبتاع. أنا أحكي مش يعني إنه يعني أقول حرام أن يعيش أولئك يعني الأبطال الذين يعني أنجزوا ميلاد الدولة الإريترية يعني، كلهم مقاتلين يعني، وتربطنا معهم علاقات وأخوة يعني. كنا بنمشي في العزاءات وفي الأفراح، سماية عرس عزاء الله يرحمه كده، عشان نزور من المسلمين ومن المسيحيين. فأنا والله كنت أول عشان تطلع ذاته يعني، وحتى المعاقين برضو معاقين تحت، لكن الناس في وحدين برضو إعاقتهم يعني ما سكنوهم تحت، لكن بيطلع الواحد يكون عنده شايل عكاز وطالع بتاع يطلع السلالم، عشان تطلع أول تطلع روحك يعني، سلم عامل كده زي الجبل، ويعني حالة يعني عشان تاخذ دورة عشان تستحمى بتاع بتجيب بالساعات يعني. ففي هذا المعسكر تقيم واحدة من أخوات الرئيس، أنا ما قاعد أحكي يعني ساكت كده عن معسكر دندن، تقيم واحدة من أخوات الرئيس. والحكاية أنا مرة يبدو لي حكيتها، وفي دكان كده على الناصية وانت جاي من كومبشتاتو، لما تلف على من فياتاليرو كده داخل على المعسكر، قبل ما تخش على بعد السيمافور الموجود دخولك للمعسكر، على يدك الشمال وانت داخل في دكان، فبياخذوا منه جرورة وكده يعني. ففي واحدة ما دفعت بتاعة الشهر يعني، فصاحب الدكان يقول لهم يا جماعة، يقول لها يا أخي أنت اديني كذا اديني كذا، بتقول له، فتقول له يا أخي أنت ما دفعت اللي عليك، يا أخي معلش حنديك، ما هي الظروف وكده بتاع وهكذا يعني. فخلاص مجبر أعطاها نص كيلو ولا كيلو ما أعرف، عدس وسكر وبتاع، ومشت يعني. فباستياء في واحد واقف أحد الأصدقاء يعني له التحية، قال له يا أخي دي جننتنا يا أخي، ما أعرف ما تدفع وتقول لي ندوني وكده بتاع. وقال له تعرف بدي المرة دي تعرفها؟ قال له مين عارفة هي مين؟ قال له ما أعرف والله. قال له دي أخت الرئيس. يا راجل صاحبنا ده استغرب يعني، يا أخي معقول؟ قال له دي أخت الرئيس. قال له أخت الرئيس. قال له لا توريني. قال له وريني الدفتر اسمها، فعلا اكس كده، انا ما اتحفظ عن اسمه يعني، اكس افورخي. قال لي والله دي اخت الرئيس وساكنه هنا وما قادره تدفع البتاع. الكلام ده انا قاعد اربطه انه الرجل ضارب يعني طوق على اي معلومه تتعلق باسرته باخوانه باهله باي حاجه، والانعامات على اهله كده بتاع يعني. هو اخو لما تبقى اخو الرئيس ما تتنعم يعني، شنو حرام يعني؟ ما حرام يعني، صحيح ما تفسد ولا تأخذ أموال الناس بالباطل وكده، لكن يعني الرئيس عنده راتب وينعم عليك بما عنده يعني، بما تيسر. والناس يعني شنو يعني، أنا غايته شخصيا ما أشوف إنه رئيس حاكم حكمه وعدله شيء آخر، لكن رئيس حاكم أخوه يعاني الأمرين وكده بتاع، أقول له يا أخي هذا الرئيس ده لأهله ما بقي يعني، حيعمل لنا شنو؟ فهو فارم الشعب الإريتري وفارم أهله ذاته، مدخلهم في هذه الهناية العلبة المكفولة دي، علبة المعاناة أو قمقم المعاناة والعوز والجوع وأي حاجة يعني. فأخته بتستدين سبحان الله يعني، وأخوه مات بالطريقة التي ذكرتها. وحتى لما تشوف هو على نفسه ذاته مرات بيكسو على نفسه ذاته يعني، حسب الله لما شفناه مع الوفد الإيطالي يعني، بالله هو الوفد الإيطالي في بعض المناظر وهو طالع، خليك من المكتب يعني، هو طالع برا، ده رجل يمثل الدولة يعني،
يا أخي نحن لا رؤساء لا وزراء لا البرلمانات خلينا ولا برلمانيين لا أي حاجة، بس عشان بنطلع للناس ونقول أيها الناس والله نعمل حسابنا، يعني على الأقل اللي عندنا الحاجة اللي عندنا ليها الكويسة اللي عندنا ليها بنطلع بها، لا يمكن أن نطلع للجمهور كده ساكت كده ببيجامة ولا أي حاجة. شفتوه طلع إلى الوفد الإيطالي كده، وإيطالي يعني، وأنا طبعا أنا ملام في الحب الإيطالي، وأقول إريتريا دي بدون إيطاليا دي ولا تسبح، وما دار أتكلم في الوفد الإيطالي لأنه يعني أنا قلت سياسة فورخي سبيريامو، يعني لما مشى في شهر 1 و2 أهو بدت، ونشوف خيرات إن شاء الله، وأتمنى يعني إريتريا دي مع الإيطاليين حتشوف خير، يعني إذا ما ركب راسه الفرعون وشطب ومزق كل المعاهدات كما مزق العهود والوثائق ووصايا الشهداء وأمانات الشعوب وأمانة الشعب الإريتري وهكذا، وفي أي لحظة ممكن يقول لهم تشاو ما دايرين نقول. لكن أنا أتمنى يعني، ولو كنت مسؤولا والله إريتريا كنت ربطت بالطليان على طول، يعني اتحاد أي ما هو في ناس مش دار ما ربطونا باتحاد إلى أن الاتحاد ده جاب الوحدة زاد الاندماج الكامل مع إثيوبيا، شنو يعني مع إيطاليا، كنا حنبقى أحسن من كده عموما. ف يعني المنظر اللي ظهر به، يعني أنا ما أعرف رئيس دولة يعني منظر بطريقة، هو طبعا المظاهر دي كلها بيعملها مش هو لأنه رجل ما أنيق، هو رجل أزمارينو زي ما يصفه أستاذنا حروي تدلا بايرو، وأنا إن شاء الله أعد المستمعين بهذه المناسبة، هو إعلان لسلسلة حلقات هنستضيف عمنا المناضل، أنا كنت أتوقع أن يصبح رئيس للبلد يعني اللي هو حروي تدلا بايرو، سيأتي ويتحدث باللغة العربية إن شاء الله لأول مرة، يمكن يعني الترتيبات ماشية إن شاء الله وسلسلة حلقات ستأتي. فحروي تدلا بايرو المناضل السياسي المثقف والأكاديمي في نفس الوقت يصف الراجل إنه أزمارينو، يعني ما في حاجة تفوت عليه، وزول ذكي وزول لبيس وزول أي حاجة، لماذا يتعمد أن يظهر بهذا الشكل الذي لا يليق بمظهر الرئيس؟ يعني واحدين يستغربوا وأنت ماذا تقول بتاع، نحن نتحدث عن رئيس يمثل الدولة، والله في مظاهر يظهر بها هذا الرئيس، حرام عليك، وهو الرجل الفنان الرسام الخطاط الموسيقي، موسيقي يعني يحب الموسيقى، يعني وأنا قلت في يوم من الأيام يعني الرجل يستمع لأبو اللمين الله يرحمه وعثمان عبد الرحيم، يعني ذوق عالي جدا، لكن هو يظهر بمظاهر يقول لك شوف الراجل ده هكذا وهكذا وبتاع، فضرب على أهله وعلى أسرته وعلى ذلك الطوق إلى أن فتح ذلك الطوق، وإلا الرجل بيطرس أفورقي ده رجل كاتب بشهادة زوجته التي انتقلت قبل 5 أعوام كما ذكر في التدشين، هو رجل حكاي ورجل يعرف الكتاب وما إلى ذلك، بالله ما كان يطمع أنه يعني شذراته دي من ذكرياته ما كان يطبعها زمان يطبعها، يعني كان يطبعها وهو عايش في أمريكا وأي حاجة، لكن يبدو لي إنه في يعني الناس ذاته حيقولوا لي شو هو كده بتاع، والطوق اللي عامله الفرعون الحاكم بأمره، ولذلك كل شيء مخفي ومسؤول يعني كده زي من المحرمات، يعني لا هو يتحدث عن يعني يا أخي الناس من حقهم، أنا قبل أيام شفتها 12 واحد 12 من أسماء من عائلة أفورقي يعني أخوانه للفرعون الحاكم بأمره، 9 منهم كما تحدث بطرس في واحدة من المقابلات طلعوا الميدان يعني وكانوا مقاتلين، يعني فالشعب من حقه يعرف إنه أخوانه هم مين، يعني وذاته هو برضه يعني هو لا يتحدث عن تاريخه، وعشان كده الناس كانوا يؤلفوا أنا بروز أخوه ده بطرس بكتابه شذرات من ذكرياتي، يعني سيجيب على كثير من التساؤلات كثير من الأشياء التي يعني أنا ما أقول إنه الناس ما عارفة 100% كتابات حتى بالعربي وبالتجرينيا وشوية من الإنجليزي وبتاع، في كتابات عنه عن تاريخه عن أشياء، لكن أنا قصدي إنه من أسرته أصلا ما لا يمكن، يعني لا يمكن أن يظهر واحد من يعني حتى أبناءه ذاته ما كانوا يعني ما بيظهروا بذلك المظهر اللي يعني شنو يعني لو ظهر أخو الرئيس ابن الرئيس بنت الرئيس
تتحدث وتقدم ما هي ده نموذج يعني. يعني بعدين كان الناس، وعشان هم مختفيين كده، لا يظهر لا يتكلم إلا في المناسبات أو العزاء، وده ياخذ إكليل وبتاع، ضارب عليهم ذلك الطوق، يظهروا في حاجات والناس بدأت تنسج يعني، حيورث وحيعمل وهكذا يعني. أنا في ظني يعني آخر ما يفكر فيها فورك إنه يورث يعني من أسرته وعائلته، أبدا هو لا يفكر ذاته حتى يورث مين، سواء كان من المؤسسة العسكرية ولا من المدنيين المجموعين، المجموعة القاعدة وتتفرج في معاناة الشعب الإريتري في مكتب الجبهة الشعبية مثلا، هيقذف بين قوسين، حتى من أولئك لا يرشح أحد، هو كده هكذا خالدين فيها أبدا، بيظن هكذا وحينتقل، يأتيه الأجل والبلد بعد كده تخش في الهاوية، ما عنده بيها يعني. لكن حكاية التوريث وما التوريث والحاجات دي في عقلية أفورقي دي بعيدة كل البعد يعني، لا المؤسسة العسكرية ولا غيرها، ما أظن يعني يحدد شخص معين. على المستوى الشخصي أنا بقول القادم هو بيطرس فيليبوس، سوري فيليبوس ولد يوهنس، هو الحاكم المنتظر يعني، والله يكون في عون الشعب الإريتري. أنا ما لا لا نستطيع أن نفتي ونتحدث وما إلى ذلك، لكن هو الرجل برضه نتمنى أنه يعني يستفيد من تجربة أفورقي ويعيد ترتيب أمور أشياء كثيرة، وهو رجل مؤهل لقيادة البلد. كيف سيكون هذا برضو في علم الغيب، لأنه إريتريا دي يعني ما تقدر يعني تتوقع فيها شيء ذاته. لماذا؟ لأنه كل الأمور في هذه الدنيا، بالذات الحكام الدول والأنظمة وما إلى ذلك والأحزاب، تربط أحداث معينة، تحركات معينة، وتقول ربما كذا وكذا، وده ممكن يكون في الاتجاه ده، وده علاقات كده، وده من الصغور، وده من الحمائم، وده له علاقات مع الشرق والغرب وبتاع. إلا إريتريا هذه، إريتريا هذه أي حاجة فيها صم بكم عمي فهم لا يعني لا يتحدثون، وحولهم الناس لا يعلمون وهكذا. فكيف يقرأ المشاهد الكريم إنه يخرج شقيق أفورقي، بطرس أفورقي، ويتحدث عن شذرات من ذكرياته في هذا الوقت بالذات؟ لماذا مثلا؟ وخاصة إنه الإعلام الرسمي، إعلام الداخل يعني، عفوا إعلام الداخل يغطي المناسبة ويعرضها على التلفزيون وكل الوسائل التي يعني بيد النظام، حتى في الميديا البديل أو الإعلام الجديد يعني. لكن برضو سؤال يطرح نفسه، إذا كان التدشين في 16 من مارس من هذا العام، إيش معنى يعني في هذه الأيام يعني على اليوتيوب وغيره وغيره بكثرة، وقبلها شوية برضو هو بطرس بدأ يظهر في مقابلات وكده، فإيش معنى التأخير ده يعني، خاصة إنه التدشين تم في سينما روما. ألم أقول لكم إنه إريتريا دي بدون إيطاليا ما تسوي شيء يعني. ولذلك وتحدث يعني الجمع كان غفير، وتحدث عن كيف فكر في كتابة الهناي يعني بطرس، وترحم على زوجته اللي توفت قبل 5 أعوام، وقدموا لذلك التدشين كبار الكتاب والصحفيين، منهم أخونا سلمون برهي له التحية وآخرون طبعا، وكان الحضور فيه الوزراء والكتاب والمبدعون، يعني جمهور غفير جدا يعني. والرجل كان كأنه يعني مكلف أيضا، أو كأنه يعني تم تحذيره أنه لا يخرج من هناك، وقرأ من شيء مكتوب يعني، مر دلالة يعني. والرجل طالما هو كاتب كان يمكن أن يرتجل الكلمة ويتحدث بكل حرية، لكن يبدو لي قال له تتنكر يعني، خلي بالك ما تعمل لنا فيها هناك وكذا، والرجل ممكن يعمل أي حاجة. فأنا أدعو أنه ربما في هذا الكتاب يعني، الذين يقرؤون التجرينية لو قريته يكون كويس، مع زخرتاتي بيقول بطرس أفورقي يعني شذرات من ذكرياته، أعتقد هو يتحدث عن النضال وما إلى ذلك. وقد تجد عزيزي المشاهد في ذلك الكتاب أشياء وأشياء يعني. وهل يعني سيظهر الإخوة الآخرون مثلا
شيء من ذكرياتهم وحديث عن شقيقهم وما إلى ذلك. هل ستخرج والدة فورقي برضو؟ ربما، لأنه أنا شخصيا أقول إنه خروج بطرس فورقي للملأ كده وينشر كتابه، حتى ولو لم تكن عن الأسرة وكده بتاع، لكن برضه حيكون فيها شيء من ما يتعلق بما ينبغي أن نعرفه وما ينبغي أن يلم به المواطن الإريتري، لأنه الحاكم بأمره هو اختار أن يكون رئيسا، ورئيس مدى الحياة يعني بالنسبة له، يعني أكثر من 50 عاما يقود المسيرة هذا الرجل. يعني أنا من 81 أقول هذا الرجل هو الحاكم بأمره وصاحب الحل والعقد يعني لهذا الشعب. عموما أنا حبيت، لأنه برضو المشاهد العربي والمستمع العربي يعني تقريبا هو بعيد عما ينشر بالتقنية، سواء كان من إعلام الداخل وإعلام الخارج يعني. ولذلك أنا أتعمد أن أتابع إعلام الداخل كثير يعني، ونعلق مثل هذه التعليقات. ولذلك حبيت إنه برضو للمشاهد العربي اللي ما بيسمع وما بيتابع التجرينيا أقول لهم هناك شيء من ما يمكن الالتفات إليه، طالما في حاجة اسمه سياسة فورقي حاكم بأمره في البلد يعني. قبل أن أسجل هذه الحلقة حقيقة أنا كنت وأنا أتصفح كده، توقفت عندي فيديو نشر برضو هذه الأيام، ما أعرف لماذا، لحكمة يعني. هذا الفيديو كان في الولايات المتحدة الأمريكية. نحن كصحفيين نربط هذه الأشياء ببعضها البعض. فالفيديو فيه الشهيد معالي وزير الخارجية علي سيد عبد الله رحمة الله عليه، وفيه برضو معاه حقوس مسؤول الشؤون الاقتصادية حقوس كشة خلينا نقول يعني، وهو شاب لسه على الوقت ذاك يعني، حتى لو لم يعني الواحد يعرفه يعني شفناه كثير وتحدثنا معه وكده، يمكن ما تعرفه أو تسمع اسمه وكنت حتعرفه لأنه كان شاب ساعتها يعني. وحقيقة لأول مرة انتبه إنه الرجل صوته جميل يعني، فذكرني بصوت لينجو والجماعة ديك يعني، صوته جميل، وهو كان المقدم للندوة اللي تحدث فيها أفورقي. الكلام ده سنة 89 قبل التحرير 89 يعني، وكان يتحدث حديث عميق، وأنا توقفت في ذلك التاريخ لأربط ما آلت إليه الأمور، وهو كان يتحدث عن الوضع الراهن في الميدان ومعالي وزير الخارجية معاه علي سيد عبد الله يعني. وهو تحدث حديث شامل وكامل، وخدت نهاية الدرك خلال يعني تحدث حديث الواثق وحديث المتابع وحديث الرجل الملم وحديث القائد حقيقة، وأنا والله احترمته في هذا الاتجاه. وأنا توقفت دار أقول دار أجيف إنه كيف كان كده تفكير هذا الرجل، كان كيف وكان قراءته بتاعه. وطبعا رجل يعني كان لابس بدلة أنيقة، ورجل أنيق ورشيق كده، طبعا أول ما ذكر اسمه طار كالصاروخ يعني، والجماعة خلاهم ورا ناس أبو هاشم رحمة الله عليه، والشاب كمان يعني مسؤول في الشؤون الاقتصادية للجبهة الشعبية حقوس يعني، طاروا كده كالشاب وقعد في المنصة والجماعة لحقوه يعني. فكان يتحدث حديث الواعي والفاهم وحديث الملم بالأحداث، وخط النقاط فوق الحروف، وكل الأشياء التي توقعها بالنسبة لنظام الدرك والمنطقة وكده بتاع، فعلا مشت الأمور كما رسمها، والكلام ده قبل التحرير بسنتين يعني. فبرضو قلت يعني هذا الرجل فعلا كان رجل يعني، يعني نحن في قيادته للتنظيم وعمله كده، والله يعني قد لا يلام كثير هذا الرجل، إنما الطامة الكبرى، ويتحدث عن المشاريع الوطنية يعني، مشروع الوطني ونظام الحكم القادم في إريتريا والتعددية والديمقراطية وحرية الرأي وحرية التعبير يعني. الكعبلة حصلت
بعد 91 لماذا وكيف والله هذه الأسئلة. الرجل ليش يعني؟ صحيح وحدين ربطوها من يوم وهكذا، لكن برضو في حاجات كثيرة يعني أنا أقول ربما المسألة تحتاج إلى دراسة عميقة، والرجل لم يقرأ بعد يعني، على الرغم من كل الكتابات التي كتبت عنه. لكن حقيقة أنا ساعة وحاجة تابعت الفيديو، والرجل كان يتحدث بثقة وبمعلومات، والاستعمار على أشده تحدث عن مجموعة المنخفضات وما ستؤول إليه. صحيح إنه لما كان يسأل، وكان يسأل عن أوضاع إثيوبيا ذاته وكيف ستكون والتجراي وما إلى ذلك، إجاباته في مسألة التجراي وإثيوبيا كده تكون هذا، واحد سأله كده إبراهيم مين اسمه كده، أسئلة جوهرية يعني. أول ما يجد سؤال عن الجبهة والتنظيمات وكده بتاع الرجل يصحو ويلا، ويعني تحدث بقوة وتحدث ما دار أقول تشنج، لأنه هو الرجل ما لا يتشنج كثير، لكن تحدث عن حديث فيه مرارة وفيه هناك وتحدث عن التنظيمات اللي كانت موجودة في الميدان، ويقول يكون موجودة يعني، لكن أين الفعل؟ يعني كلام اللي كان بيقوله كلام مقنع يعني، وكلام أنا لا أمجد رجل كثير، ولكن الكلام اللي كان يقوله ربطا بالأحداث اللي كانت موجودة وما آلت إليه الأمور، كان الرجل واعي والرجل فاهم والرجل عارف ماذا يقول من خلال معلوماته ووقائعه وقيادة بتاع التنظيم يعني. هو عارف تفاصيله، حصلت الكعبة بعد 91 لحاجة في نفس يعقوب، هذا اليعقوب هذا الفرعون الحاكم بأمره، لماذا اختار ذلك الخيار؟ من أجل لماذا؟ أنا والله حتى الآن لا أستطيع الإجابة. عموما ناتي فنقول إنه ظهور أخو الرئيس بطرس أفورقي وتدشين كتابه في أسمرة في قاعة سينما روما في شهر مارس قد يعني تعقبه ظهور أفورقيات أخرى، وقد يكون هو ذاته بحد ذاته يقدم أشياء يعني كيف يربطها المشاهد الكريم؟ لماذا في هذا التوقيت؟ مع المباركة الشديدة يعني لبطرس أفورقي، من حقه كمواطن، رجل مقاتل، رجل يعني بذل ما بذل من حياته من شبابه، من حقه يكتب شذرات من ذكرياته، وأرجو أن تكون الشذرات هي شذرات صادقة وتتناول أشياء، ولكن هذه هي حياته وحر في حكاية. لكن نحن نتحدث إليه لأنه باعتبار هو شقيق الحاكم بأمره، والناس لا يعرفون عن الحاكم بأمره وأمورهم أشياء كثيرة، ده واحد منا. أرجو أن يكون المشاهد الكريم يعني يشاركنا الرأي الذي أطرحه والتساؤلات، يعني مسائل ما يعني ربطها ربما تحتاج إلى التفكير بهدوء، وسنرى ماذا يخبئ لنا القدر جميعا. تحياتي، محدثكم أحمد شريف من RPM الفضائية المستقلة، كنتم مع حلقة في برنامج اتجاهات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.